الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. يا أيها الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأحدثكم عن قصة قصيرة عن الرفق بالحيوان. فالرفق والليل من الصفات التي وصف الله بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فبينما رجلين يمشي بالطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا بكلب يلهث، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلي. فنزل إلى البئر وملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له وغفر له، فالراحمون يرحمهم الرحمن. والرفق من الأخلاق السامية.